السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل.com. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من المقاطع المتداولة لدينا. في أول مقطع، شيع أهالي قرية البدور جنوب مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين جثامين ضحايا العائلة المغدورة صباح هذا اليوم، فلنشاهد. تابع في المقطع التالي مشاهدينا الكرام في نفس الموضوع، كشفت ابنة أحد ضحايا مجزرة صلاح الدين في العراق تفاصيل الحادث واتهمت ميليشيات الحشد بقتل والدها، فلنشاهد. ما حدش يخسر بدنيوتي، ما تقولوا ليش يخسر؟ هجم بيتي هجم. أبو سجاد نفسه، أبو سجاد نفسه، قال لأخويا الله فيك، أخويا مات. إذا هو مذنب أو ما مذنب أو سجاد لله فيك، ما عاش سواني، هذا اللي عندي، وين ما يصل خليصل. طبعا هذا المقطع مشاهدينا الكرام هو لحديث الشقيق أحد ضحايا جريمة البدور جنوب مدينة تكريت عن تعرض أخيه لتهديد بالقتل من قبل أحد عناصر الحشد المدعو أبو سجاد. نتابع الآن حديث ابنة أحد الضحايا واتهامها للحشد بارتكاب هذه الجريمة. بيدق يعني بدفرات سلاح، ابوي يريد ينام، سمع صاح منو هو يمشي يصيح منو، ما حد يرد، فتح الباب انا سمع الصوت طلق نار، يعني اول ما فتح الباب فتح لهم القفل مات الباب سمع الصوت طلق ناري، ركضت من الغرفه مالتنا احنا البنات امشي بعدني بالصاله، طبوا علي ثلاثه حشد، استفسار امني كل مره يجون علينا استفسار امني، قلت لهم ابوي طلع عليكم وينه، قالوا بالطرمد، انا استفسر، قلت لهم هذا الطلق اللي سمعته، قالوا هذا بالجو، قلت لهم من طبيت وسمع صوت طلق، قالوا هاي بالجو، وين السلاح مالته، قلت لهم ما عنده سلاح، السلاح مالته وين، ما عنده سلاح، قلت لهم بس عنده رشاش مال الحكومه وهاي ملابسه، طبوا طلعوهن قبل لا يطلع من الغرفه، حكى ويا واحد هذا الجهاز الاسود مالتهم، قال له سيد هذا بيت المنتسب، قال له انسحبوا خلاص شغلكم، انسحبوا خلاص شغلكم، تعلموا مني يطلعوا وانقفلوا وحطونا بغرفة اهلي، كنا احنا البنات وامي، حطونا بالغرفة سدوا الباب علينا، ورا ما سدوا قالوا دقائق تطلع وانا طلقة براسها، عدنا استفسار ابوكم نكمل هو يرجع لكم، دقائق هدوء هدوء ماكو حد، انت صنت ماكو حد، راحوا طلعت تليفون ابوي اخذوه، تليفون اخواني اخذ، بس تليفوني موجود بيدي ما شافوه، خابرت على عمي قلت له تعال الحشد اخذوا ابويا، عمي قال دقائق. نتابع في مقطع آخر نفس الموضوع مشاهدينا الكرام، بعد فاجعة البدور في مدينة تكريت شكى شيوخ ووجهاء قرية البدور جنوب مدينة تكريت من المعاملة السيئة التي يتعرضون لها بشكل يومي من قبل عناصر ميليشيا السرايا التابعة لمقتدى الصدر الماسكة للمنطقة، فلنستمع. احنا كلنا وجدوا كل واشين كل مناطق يجينا واحد من السرايا يرزلنا ويقتلنا ونريد ياخذه يسجنه ونريد هنا وما نقدر نحكي. احكوا صدق وانتوا ما حد يحكي. صحيح 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 تظلوا خايفين. يا مصر والله العظيم كل واحد من السرايا هذا واحد الكبرى اصغر من ولد ولدي يقول لي انت من كل مبايكا البوري في اسبوعين نروح على احنا. انت من كل مبايكا انا ابوك بوري اروح احنا. احنا مهيونين احنا متراجلين يدفعون كبارنا خلي يدفعون قاعد يدفعون الجيل يسمع مغمى واحد من السرايا يقتلنا يقتلنا وهيبه وشنو نسوي هنا نسوي هاي الحكومه ما تدري تاخذ هنا هنا ما حد يتصور ايه بعدين وخذ ولا مساكين ولا مقتلين حتى النسوان اللي عندنا صارت من المسدل ما بعد يطلع كلكم الموجودين البتشون اللي بخمسة مرة من المسدل ما بعد ولا إلى سمعت شلب ما يصير يطلع والله قربت والله
تفاعل مغردون في موقع تويتر مع وسم مجزرة صلاح الدين للحديث طبعا عن هذا الموضوع. عياد الدليمي يقول: ليس مهما من قتل العائلة العراقية في البودور في تكريت، المهم ماذا بعد؟ هل ستبقى الروح العراقية مسكونة برعب النهايات؟ هل ستبقى مدن غرب وشمال العراق مستباحة أمام هذا الطرف أو ذاك؟ لن نسأل عن الحكومة، فهي والإرهاب صنوان، الإرهاب يقتل وهي تغطي على جرائمه. في تغريدة من مريم تقول: 18 سنة وما وفرت الأمان لهذا الشعب، والموت يلاحق الناس بكل مكان، المجزرة جديدة أو مجزرة جديدة ومصيبة جديدة، حسبنا الله ونعم الوكيل. في تغريدة من محمد يقول: في الجنوب خلاف عشائري، وفي الشمال شماعة داعش، متى تنتهي قصص الحكومة الوهمية؟ القاتل واحد، السلاح المنفلت في كل أرجاء العراق. وفي آخر تغريدة في هذا الموضوع لدينا من أنور يقول: السافل والقاتل اللي سوى المجزرة بصلاح الدين هو نفسه اللي يغتال بشبابنا بالجنوب، لكن هناك عنده شماعة يسولف بها. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام. نتابع في هذا المقطع ملاحقة القوات الحكومية للمتظاهرين في محافظة النجف الذين خرجوا للمطالبة بإقالة المحافظ لؤي الياسري المتهم بالفساد وسرقة المال العام، فلنشاهد. من هذه الملاحقات أن تنتهي بعمليات اعتداء على المتظاهرين. نتابع في المقطع التالي إصابة متظاهرين من محافظة النجف نتيجة القمع الحكومي بعد أن خرجوا للمطالبة بإقالة المحافظ لؤي الياسري، فلنشاهد. يوم 13/3 مناوشات بين المتظاهرين وقوات السواس. مشاهدينا الكرام، هناك طبعا تفاعل من المغردين في موقع تويتر حول وسم النجف تقمع. أحمد يقول: هل صار ترويع الشعوب وسام عز وافتخار؟ يتساءل. في تغريدة من مهند يقول: هنا في النجف في جوار أمير المؤمنين يقتلون الشباب، تسفك دماؤهم من قبل الميليشيات دون رادع لها، فكيف كانت هذه الميليشيات ترتكب جرائم بحق إخوتنا أبناء الغربية؟ ما هي حجم جرائمهم هناك؟ يتساءل مهند. وفي تغريدة من مزاحم يقول: قمع قمع قمع، أكثر كلمة قمت أسمعها، جرحى شهداء مخطوفين معتقلين صارت روتين يومي عندي، أحس أكو خلل إذا ما وصل خبر. أيضا ضمن التغريدات من علي السامراء يقول: من محافظة صلاح الدين المنكوبة إلى إخواننا في النجف، النجف تقمع، نقول لهم بردا وسلام. طبعا يعني هذه التغريدات التي وردت مشاهدينا الكرام في هذا الموضوع. دعونا نتابع موضوعا آخر مرتبط بالرياضة وأيضا مرتبط بالسلاح المنفلت. في مشهد مستفز يثبت انتشار السلاح حتى داخل الأوساط الرياضية، قام المدعو أبو برير رئيس رابطة مشجعي نادي القوى الجوية لكرة القدم بالظهور في مقطع مصور يهدد فيه ويتجاوز على مشجعي نادي الزوراء والنادي ومنتسبيه، فلنشاهد. بالجوية الرجال دم مزرق دم مزرق دم مزرق
ليش ما لبست كمامة؟ عدتها بعد اجتماعات بالنقاط. لا ضيا لا هاي منطقة موبوءة لا. هي موبوءة مال متباعد اجتماعيا وياهم بالنقاط. ما الذي يفعله سلاح مع رئيس رابطة أندية أو رئيس رابطة نادي مشجعي نادي؟ عموما لاعبو نادي الزوراء لكرة القدم ردوا حول هذه الإساءة التي صدرت بحقهم وبحق رئيس رابطة مشجعي الزوراء من المدعو أبو برير، كما شاهدنا رئيس رابطة مشجعي نادي القوى الجوية لكرة القدم. فلنستمع. الاتهامات اللي صارت على رئيس رابطة نادي الزوراء أكيد هي اتهامات يعني معيبة ومسيئة بنفس الوقت. قبل تكون مسيئة إلى رئيس نادي رئيس رابطة نادي الزوراء هي مسيئة إن كلاعبين، مسيئة لتاريخ النادي. يعني كل يعرف نادي الزوراء يعني ما يصير بهذا الأمور. أكيد هذه الإساءة يعني ما تمد فصله للرياضة العراقية، المفروض تكون الرياضة العراقية أسمى. أمنياتنا أنه نبتعد عن هذه المهاترات بين الجماهير وحتى اللاعبين. نتمنى أنه يكون موقف عندهم موقف رياضي، يعني تعرف اللاعب يكون قدوة للاعبين البقية وحتى للجماهير. فأمنياتنا أنه نبتعد عن هذه المواضيع اللي تخدش الرياضة العراقية. نبقى في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى زعيم ميليشيا سرايا السلام مقتدى الصدر. قام مقتدى الصدر باستحداث شعار الإصلاح الرياضي في العراق، حيث ذكر بيان لمكتب الصدر أنه تماشيا مع مناشدات الطبقة الشبابية نستحدث شعار الإصلاح الرياضي في العراق. هذا هو نص البيان كما تتابعون، يعني استحداث لشعار الإصلاح الرياضي. طيب الآن نتابع في هذا المقطع، هو مقطع سابق لمقتدى الصدر نفسه وهو يهاجم الرياضة وينتقد من يلعبون كرة القدم، فلنستمع. الغرب جعل لنا أمورا نلتهي بها عن تكاملنا. ايش خلانا نركض ورا طابة حبيبي؟ هذا اللي هو أكل قرقري. شنو معنات الرجال؟ ايش كبره؟ ايش طوله؟ ايش عرضه؟ مسلم يركض له ورا طابة؟ حبيبي انت الهدف هذا اللي الجول اللي يسموه اذا تتركض اركض ورا هدف سامي حبيبي، ادخل انت وراء الاهداف العالية التي تكاملك وليست التي تسافلك. اركض وراء هدف، حطه ببالك، كل واحد يخط الى طريق معين يشقه ليصل اليه لمرضات الله سبحانه وتعالى. هذا واحد. الشيء الثاني الاهم من ذلك، نجد ان الغرب خصوصا اسرائيل حبيب اليهود، رأيتهم يلعبون كرة القدم؟ رأيتهم يخوضون بألعاب مثل ما يخوض الباقين، ما يخوض العرب؟ خلونا نتلهى احنا بالطوبة وبغيرها هم تاركيه. عم اسمع المنتخب الإسرائيلي عليه الكذا، عليه اللعنة، وصل مثلا او اخذ كأس العالم او حتى امريكا حبيبي، الا بعض الألعاب الاخرى. خلونا احنا نلتهي بها غناء وطوبة وتدخين وما ادري كذا والستلايتات بامور محرمه تستعمل وهكذا، لهونا بالامور المحرمه وهم اكثر شيء حولوا الى الامور العلميه والامور الكذائيه. نترك التعليق للذين تفاعلوا من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا موقع فيسبوك. زينه تقول: حبيبي ايش سويت لنا اهداف؟ كتلت العالم انت واتباعك لو لاعب كره القدم ولا اللي سويته حبيبي. وتعليق من أزهار تقول: اش تترجى من واحد قبل فترة قليلة يقول محرم عليه دخول السياسة وهسه يدورون رئاسة وزراء؟ حلال عليك وزارة الرياضة باعتبارك ركضت وراء أهدافك السامية، ركض لما طيحت حظ الشعب. تعليق من رافي يقول: تريد تنهب من وزارة الشباب والرياضة، هم لازم بقية الوزارات، مدى تكفيك؟ وأيضا من التعليقات من زهراء تقول: لعب الطوبة بالشعب، رجعت تريد تلعب طوبة بالملعب؟ هكذا رد العراقيون. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام. هدد شقيقان عاملان في بلدية قضاء الشطرة بمحافظة ذيقار بالانتحار بسبب فصلهما من البلدية بذريعة حصولهما على راتب من الرعاية الاجتماعية، فلنشاهد. البلدية يبطلوهم من البلدية من الصبح لليل يشتغل وشغله مضبوط، والولايه كلها تعرفه، سعد واخوه رعد وما كلها كل الشطره تعرفه،
انت تبطلهم راتبك ايش قد ساعات بالبلديه؟ 350 الا 5000 يعني 390 ألف وعده اربع جهال عندك؟ اربع جهال الله يقبل محمد يقبل منو الاسلام الدنيا المرجعيه اردفتهم ذولا شنو ذنبهم؟ راتب 290 290 واربع جهال عندهم عندهم عوائل تبطلهم ومن الصبح لليل والله اعطي شاشة 148 شكيفلي اعطيك كم؟ 148 يعني شنو ذنبه؟ ذنبه شنو اردفتين بالرساله لنا ولا للدوسه؟ 13 نفر واخوه من الصبح لليل يطر الشارع ويرجع ويشتغل عم عليكم العباس مساء جاني اللي قاعد يضربك العباس ما عاد يطير والحسين ما عاد عمي تردون تنتقمون من الناس يعني انتم لا ما تحرق روحي. لنتابع تعليقات مشاهدينا الكرام حول هذا الموضوع في فيسبوك. علي كاظم يقول والله والله الشغل اللي يشتغلونه ما يتحمل بشر ولازمين الشارع الليل والنهار. في تعليق من رقية تقول حسبنا الله ونعم الوكيل على الظالم. ضمن التعليقات من زينب اي يسجلون اسماء الناس وبعدين يطردوهم ويظلون ياخذون رواتبهم. وفي آخر تعليق لدينا من كاظم العبودي يقول الله ينتقم من كل شخص مسبب بقطع أرزاقهم حتى البلدية ما سلموا من الأحزاب. كان هذا ما لدينا مشاهدينا الكرام بفقرتنا الأولى، نراكم بعد قليل. أهلا بكم مع فقرة أنت ترى. وردنا عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين للمشاهدين الكرام مقطع مصور لتظاهرة فلاحين من محافظة بابل للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية والتي تبلغ 62 مليار دينار عراقي، مؤكدين أنهم لم يستلموا أيا من مستحقاتهم بالرغم من وجود اتفاق بينهم وبين وزارة الزراعة والتجارة بتسليمهم مبالغهم المالية بعد شهر من تسليمهم لمحاصيلهم، وأنهم فقط يتلقون الوعود الكاذبة مهددين بإغلاق السايلو في حال عدم الاستجابة لهم. فلنشاهد. يعزل السايلو والسبت نزلتنا عن النواب السبت والأحد يكون إن قرار بالأخص النواب الثلاثة هيثم الجبوري وصادق مدلول وثامر ديبان ذولا على اللجنة المالية. ذولا اللجنة المالية يمهم بلية الدولار ويمهم بلية البطاقة التموينية ويمهم بلية أكثر البلايا من ذولا الثلاثة. فإحنا أما قضية الزراعة سلام الشمري فاسمك بالحصاد ومن جلك ما هو مو مكسور، هسه مكسور تقدر تحش لك شوية بس ما هو من جلك فدنوم. احنا وقفتنا مطالبة بحقوقنا وحقوق الفلاحين اللي من العام والسنة لحد الآن ما حد منطيها. انطينا المحصول مالتنا ولحد الآن ما حد مسلمنا الفلوس ولا ما حد منطينا مستحقاتنا. يعني وبعد مي ماكو، احنا هسه وقت ذروة زرع مينا هسه حتى مي ما عدنا واحنا على الله وعلى أذن الزرع. ودولتنا اشو من تحت حقوق الفلاح ما ادري الفلاح مظلوم ما حد يتنوى له. عن الفلاح العراقي هناك مستحقات موجوده لدى وزير التجاره لمستحقات الفلاحين، صار اكثر من 10 اشهر لم يعطوا اي مستحقات للقوى الفلاحيه. نطالب السيد وزير نطالب السيد وزير ماليه وسيد مصطفى الكاظمي باعطاء استحقاقات للفلاحين محافظة بابل. الآن مشاهدينا الكرام مع فقرة صندوق الوارد، لدينا رسالة دعونا نقرأها لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن أصحاب الدخل المحدود من منطقة الزعفرانية في بغداد نناشد الجهات المعنية باستثنائنا من قيود حظر التجول المفروض بسبب جائحة كورونا، علما أننا ناشدنا مرارا ولكن دون جدوى، وننوي الخروج بتظاهر لإيصال صوتنا إلى الحكومة والنظر في معاناتنا. هذه رسالة واردة عبر إحدى منصاتنا الإلكترونية، بإمكان حضراتكم أيضا إرسال ما ترغبون بعرضه عبر شاشتنا. نراكم بعد قليل. أهلا بكم مع فقرة الهاشتاج. غدا موعد الأحرار، واسم أطلقه ناشطون بعد الاستهداف المتكرر للناشطين والمتظاهرين في العراق من قبل الميليشيات والحكومة.
طالب فيه العراقيون بالخروج بثورة عارمة تطيح بالعملية السياسية التي أسست المحاصصة الطائفية والميليشيات التي عاثت في العراق قتلا وفسادا ودمرت مستقبل شعبه. فنتابع بعضا من هذه التغريدات. علا تقول: غدا موعدنا أيها الأحبة، غدا سيحصل لنا الشرف بالسير في الطريق المشرف، وإما ننتصر أو ننتصر. في تغريدة أخرى من إيليا تقول: إلى اليوم القتلة تسير في الشوارع دون حساب أو وعيد، ولا نمتلك حقوقنا الشرعية، ودفعنا مئات الأرواح من أجل التغيير، ما الذي اختلف الآن؟ اصدحوا بأصواتكم. ضمن التغريدات من سيف الخفاجي يقول: ولنا عودة أخرى يا عراق، وستكون عودتنا كبيرة، والحق سينتصر. وفي آخر التغريدات في هذا الموضوع من زينة تقول: ما زالت حسرات أهالي الشهداء محبوسة في قلوبهم، ينتظرون عودة اشتعال نيران الثورة لاسترداد حقوق أبنائهم الشهداء، أو بالأحرى لاسترداد أوطانهم. لا تقتلوا العراق. مشاهدينا، يعني تستمر ثورة تشرين طبعا منذ انطلاقها في عام 2019، ويستمر القمع الحكومي مع ذلك، لكن الآن هناك دعوات كبيرة وكثيرة للخلاص من هذه الحكومة بعد محاولات مستمرة من السلطة للقضاء على هذه الثورة، لكن بالطبع لم تستطع، لأن إرادة الشعب هي أقوى بكثير من الآلة القمعية أو الدموية الحكومية المستخدمة لإسكات أصوات الناس. نراكم بعد قليل. الآن مشاهدينا الكرام، لدينا مجموعة من المقاطع، نود أن نبدأ الآن مع 500 سنة من رفع آل القزاز الأذان في المسجد الأقصى. هو شرف توارثوه حتى وصل اليوم لفراس القزاز، والذي يعتبر أصغر مؤذن يدعو للصلاة في أولى القبلتين. فلنشاهد. الله أكبر، الله أكبر. فراس القزاز أصغر مؤذن يرفع الأذان في أعرق مسجد في العالم، حنجرة ذهبية ترفع النداء المقدس وتحمل لواء الحفاظ على إرث عائلي عريق حملته عائلة القزاز لأكثر من 500 عام. أشهد أن محمد رسول الله. الجد الأول لآل القزاز ينحدر من الحجاز، جاء مؤذنا للقدس منذ أكثر من 500 عام، ولجمال صوته وعذوبته منحه العثمانيون شرف الأذان في الأقصى ليستمر الأبناء على نهج الآباء في صون الأمانة. فيحفظون القرآن ويتعلمون قواعد تجويده ويدربون أصواتهم ترتيلا وأذانا. فراس القزاز هو الجيل الثامن لمؤذن المسجد، والده يؤذن في الأقصى منذ 40 عاما. وبالرغم من القمع والتضييق، ما زالت أصوات آل القزاز تصدح من مآذن الأقصى الشريف، وتتردد في أرجاء القدس العتيقة تدعو الناس لتلبية نداء الله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.